سلام، معكم ليلى الصالحي، كيعيطوا لي بلو لو لونا. العمر ديالي 24 عام، وان شاء الله هذا العام غادي ناخذ لا ليسونس ديالي في ليكونومي. صراحة هذا دابا غادي يكون شي 16 شهر دابا باش بديت نستريمي، يعني اكثر من عام. انا ستريم شي حاجة اللي كتعجبني بزاف بزاف، بحكم انني ما كنت كنخرج، ما كان كيعجبني نخرج حتى شي حاجة، ومعظم الوقت ديالي كنت كنقضي في تويتش، كنتفرج ستريمرز، كنكتبين لي شي حاجة اللي واو. دونك مع الوقت قلت علاش ما حتى انا نولي كنستريمي، حيت هذه شي حاجة اللي كتعجبني. دونك وليت كنستريمي في الاول، كان كيجيني داكشي صعيب، كنت كنقول ما يمكنش اصلا نوصل لواحد النقطة، ولكن مع الوقت وليت كنتلاقى مع الناس، ولاو كيتفرجوا فيا الناس، وليت كنرتاح اكثر واكثر، والحمد لله كيعجبني ستريم بزاف. صراحة فاش يلا بديت ستريم كان عندي واحد المشكل، هو كونيكسيون، ما كانش عندي فيبر، كنت كنلقى فيها مشكل بزاف، داكشي زعما مكركاس. ولكن دابا وعاوتاني مشكل اخر هو انني كنت كنحشم بزاف، ما كنتش كنعرف كيفاش نجي غير ستريم، ما كنتش كنعرف كيفاش كنهضر، اذا جا شي واحد وهضر شي حاجه نيجاتيف اولا سدني، ما كنتش كنعرف نتعامل معاه. ولكن الحمد لله وانا فرحانه بزاف دابا، شحال من حاجه طورتها، شحال من حاجه قديتها، كوميونيتي ديالي كنحمق عليهم زوينين، عاونوني بزاف. هما اي واحد ولا كيجي اولا كيحاول انه يكون نيجاتيف، هما بيناتهم كيقدروا يحلوا هذا الشيء. دونك من قبل كان اذا مثلا قال لي شي حد شي حاجه ما هيش، كناخذها بيرسونيل، نقدر ستريم كامل نحبسو على حسب ديك الكلمه اللي تقالت ليا. ولكن دابا وليت كنفهم على انه كاينين شي ناس يقدروا يجيو عندك ستريم ميم ما كيعرفوكش، ولكن بغاو انهم يقولوا شي حاجه خايبه. الوغ انا ما نقدرش نحبس واحد ستريم اللي فيه ناس ديما معايا وديما كيعجبهم يتفرجوا فيا ونخسر لهم المود ديالهم. وليت فيما كيبان لي مثلا شي حاجه اللي هي ممكن تاثر فيا، تندير راسي ما قريتهاش وكنكمل عادي. ديما كنحط عيني على دوك الناس اللي على قبلي جايين يتفرجوا وعاجبهم الحال، ما نوقفش لهم ستريم على شي حد اللي، وسبحان الله شحال من حد كيجي كيقول مثلا في الاول شي كلمه خايبه، ولكن فاش كيشوف على انه ما عطيتيهاش اهتمام او لا ما يعني ما عاتبتيهاش، منو لراسو كيتبدل، كيجي كيهضر نيشان كيهضر عادي، اولا كيجي عندك بريفي كيقول لك اسمح لي واخا تحيد لي البان، انا ما كنتش قاصد، ما يسحبليش الرولز ديال الستريم هما هادو. $500 صراحة فاش خديت، فاش اول دونيشن كانت عندي في هاد الايامات اللي كانوا عندي 5 فيورز، كنت خديتها وزدت عليها باش خديت الباسي ديالي اللي عندي دابا، كنت كنستريمي بلابتوب. صراحة كنستريمي معطل حيتاش ما عندي حتى شي حل اخر. كاينين جوج الاسباب اللي كيخليوني نستريمي معطل، اول واحد هو نص النهار ديالي كيدوز في الشقه ديال الدار بيان سيغ، كان عيا كان ناس من الاشياء، عاود عاتاني كان فيق خصني نرد البال للدار بزاف ديال الحوايج. دونك كنولي اوبليجي الوقيته اللي كتكون عندي صافي لي بغ ندير فيها اللي عجبي هي من 9 الفوق. والسبب الثاني هو انه شحال من مره صراحه كنسول ليا في انستغرام يا في ستريم ديالي كندير سونداج امتى كتبغاو ستريم او لا امتى كتبغاو تفرجوا فيا، دونك كنلقى بلي واحد البورسونتاج كبيره كيبغيو يتفرجوا معايا شانس. صراحه انا في اغلب الستريم ديالي كنهضر مع الشات بزاف، علاش؟ حيت كنحس انه انا والشات واحد، اذا ما كناش بجوج يعني توالمين مع بعضياتنا او لما كنقراش لي ميساج ديالهم ونشوف لي كومونت ديالهم كنحس بحال انا بوحدي هما بوحدهم، هما غادي يملوا انا غادي ما نحسش براسي اليس. دونك بالنسبه لي شي حاجه مهمه بزاف 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 اني نهضر مع الفيورز ديالي، كيعجبني الحال كنرتاح. صراحة هذا السؤال كنفكر فيه ديما بزاف، ومن واحد الناحيه مازال ما عرفتش، ما نقدرش، ربما يعني اي واحد مع الوقت كيتبدل الراي ديالو، ولكن حاليا كنفضل نبقى في تويتش حيتاش بزاف ديال الناس اللي كيتفرجوا فيا، بزاف ديال الناس اللي يعني كيعجبهم الستريم ديالي
ما بغيتش نخسرهم، نبدل لهم بلاتفورم ونخسرهم. يعني هذا اكبر خوف ديالي، وداك الشيء علاش صراحه كنفكر انني لحد الان نبقى في تويتش. قوليكم بلي الحاجه اللي انا باغا ندير هو انني ولي كنسيمي بزاف، نحاول الجهد ديالي باش نقرب الفيورز ديالي، باش ندير امور اللي ممكن تعجبني انا وتعجبهم هما، ونكبر واحد كوميونيتي كبيره اللي نكونوا فاميلي مع بعضياتنا، ماشي داك الفرق ديال بينات في هذا فيور هذا ستريمر، ما كرهتش نكونوا بيك 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 فاميلي. ستريمر وان طلع مرادرش عزيز عليا بزاف، صراحه هذاك الانسان عاوني بزاف الحوايج من ناحيه ستريم، وراني بزاف الحوايج، علمني بزاف الحوايج، علمني فورتنايت، الله عمر هادر، واخا انا مازال نوب فورتنايت ولكن المهم. فودكا، فودكا صراحه عزيز عليا من واحد لوجيست دارو معايا، فريمون كنحترمو بزاف بزاف بزاف، هذاك السيد عزيز عليا بزاف. دريمرز مامان عزيز عليا داك السيد، كيعجبني كونتنت ديالو في تويتش، كيعجبني نتفرج فيه، هي از فان نايس عزيز عليا، ساكي عزيز عليا بزاف، تلاقيت معاه هي از نايس. سنقول لكم اخوتي زعما داك السيد لعب مر هدر، قطك امر صقر صراحه حتى داك السيد ظريف ظريف لعمر هدر، تعرفنا عن ليه من طريق توك شو، هي از نايس، كيلعب فورتنايت فورتنايت تبارك الله عليه، لاعب محترف سنايبر زبلبوله. نشوطي ظريف، كيعجبني نتفرج في الار بي ديالو، كيعجبني نتفرج في ستريم ديالو، الموت ديال الضحك، انسان متواضع بزاف عزيز عليه. سكواد مول سناره، اش غادي نقول لك اسي سكواد من هذا المنبر، الله يعطيك شي عقل. انساني واخا هكاك، واخا هادشي كامل النيه ديالو زوينه، وان شاء الله كنتمنى حتى هو يوصل داكشي اللي بغاه ويطور ستريم ديالو، ويهدي الله من ديك السناره اللي غير كيلوح. صراحه انطلاقا من التجربه ديالي انا فاش بديت ستريم، راه حتى انا كنت كنحشم في الاول، ما كنتش كنخدم لا مايك لا كاميرا، زعمت بليت كنخدم المايك من بعد وليت كنستريمي بلا كام، هو اي واحد كيدوز من ديك المرحله غادي ما يقدرش، ولكن النصيحه اللي نقول لهم ما تخافوا من حتى شي حاجه، وباللي ان شاء الله داك الشيء غادي يدوز زوين، غير زعموا ثقوا في راسكم، اذا داك الشيء اللي كتستريموا مفتخرين به وعاجبكم هاك كملوا فيه، ما كاين حتى شي حاجه اللي تخليكم تستريسوا، مع الوقت مع الوقت قبل يجيكم داك الشيء عادي ان شاء الله. ميما وميما البدد وميما وميما عزيز عليا بزاف، انسانه ظريفه، انسانه النيه ديالها صيف صافيه، ما كتحسهاش باللي فيها هكا وهكا، وزيد عليها تبارك الله زعما نايس في بيست زوي مراكو. يونا كانت من اول البنات نتلاقى معاهم زعما من بعد ما نكونوا كنلعبوا، ظريفه بزاف هذيك السيده عزيزه عليا، كيوت نايس، وكنتمنى ليها توصل داكشي اللي بغات، كنبغيها بزاف. فورتين حتى الحا كنحس بها هي العقل ديال تبيت الرزانه، عزيزه عليا ديك السيده ظريفه بزاف بزاف بزاف، كنرتاح فاش كنكون عندي شي حاجه خلعاني، فاش كنهضر معها وكتنصحني كنحس براسي مرتاحه بزاف،
وتبارك الله عليها حتى هي كتلعب فورتنايت مزيان دونك كيمر الله يجيب ليها اللي فيها الخير. صراحه بالنسبه لفامي ديالي بعض المرات كيقولوا لي بعض المرات ما كيقولوا لي والو، ولكن اهم حاجه انهم كلهم متقبلين قضيه انني كنستريمي وزعما ما معارضينيش نهائيا من ناحيه الستريم. ها هو كيقولوا لي كتستريمي معطل، حاولي تستريمي شي شويه بكري وخصك زعما تديها في الصحه ديالك، وانا عارفه بلي غير كيخافوا عليا، ومن هنا كنقول لهم بلي الله يخليكم ليا. اوكي الفيورز ديالي كنحمق عليهم بزاف 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 واحد واحد فريمون. فاش كنستريمي كنحس براسي بلي فاش ما كنستريميش كنحس شي حاجه نقصاني، ولفتهم لواحد الدرجه ما نعاودلكش فريمون. ناس زوينين بغيت نقول لهم بلي كنحمق عليكم وكنبغيكم وشكرا على السيبورت ديالكم. اللي بغيت نقول لكم هو كنتمنى ما تحسوش باللي كاين واحد حاجز بيناتنا كاستريمر فيورز. انا بالعكس عجبني الحال على انه شي وهضروا معايا، ما عجبتكم شي حاجه في الستريم ديالي بغيتو تنصحوني بشي حاجه على الراس والعين، وكنتمنى انه نكونوا فاميلي وحده. وبغيت نقول لكم باللي شكرا بزاف بزاف على اي واحد عاوني او لا غير قال لي شي كلمه زوينه ونصحني ولا قال لي شي حاجه، كاع داكشي اللي كتقولوا لي فريمون على الراس والعين. ومن هذا المنبر واحد السيده فريمون بغيت نشكرها، بغيت نقول لها شكرا بزاف حيت كانت هي السبب ديالي في هذا الشيء كامل كيفاش طورت راسي في الجيمين، سميتها نامي. وكنشكر اوسي حتى ام سي جمروان بزاف بزاف على كاع لي زيفو ولي داكشي اللي عاوني فيه باش نطور ستريم، وشكرا.